السلام عليكم، هلا فيكم فيديو جديد. اليوم ما راح يكون فلوق، راح اتكلم عن موقع بلوم. الموقع هذا تقدر تخليه يرسل لك هدايا للشخص الحدد. مثلا انا مسوي حساب لي ومدخل بنتي فيه، حط عمرها وكل شيء، فكل شهر يرسلون لك هدايا على حسب عمر الطفل. لازم تحط العمر، جنس الطفل علشان يرسلون الاشياء المحدده على عمره. تقريبا كل 6 شهور تدفع $175 ويرسلون لك اغراض. مثل ما تشوفون تقريبا موقعهم في نيويورك سيتي، هذا الموقع حقهم. في شركات بعد ترسل للسعودية، مش بس ده الموقع، في مواقع ثانية ترسل نفس الحركة، تقدر تحط لحق أشخاص كبار كيف كنت. تقريبا لي لحين أكثر من سنة ونص وأنا مشترك فيه. مرات تقدر تحدد الشيء، هم يرسلون لك إيميل يقول لك الشهر هذا حددنا لك الأشياء هذه، تبغي هذه الأشياء أو إنك تقدر تغيرها أنت. أنا مرة تقريبا غيرت الأشياء. شوف معاكم الحين شو اللي جاي للشهر مارس. قصص امتلينا قصص هنا. طبعا هذا قصة جديدة. هنا برضو لعبة تتقسم مثل ما تشوفون، سيارات مقسمة نفس كذا يقدرون يركبونها الأطفال. في أشياء تعليمية تكون للطفل مثل هذا، تقريبا تسكر الحنفية وانت تروش الطفل، ليش ما أدري. هذه تحطها في السيارة مكان كوب السيارة، ويحط هنا مثل العصير للطفل أو الحليب، وهنا التفاح والأشياء المقطعة. هنا حركة حلوة مثل ما تشوفون، وهذا كوب ما يحتاج اشرحها. طبعا مش هذه بس الاشياء اللي يجيبونها، وهذه الانواع. الشهر الطاف تقريبا جابوا لنا شامبو، مره المرات جابوا لنا كريم للطفل، يجيبون اشياء كثيره. فهذا الهديه الحين لشهر مارس. طبعا ما راح اوقف الفلوق هذا، بتشوفون شهر ابريل الحين. رجعت معاكم بعد شهر. العلبه اللي فتحتها قبل كانت في مارس، وهذه هديه شهر ابريل. ما نزلت المقطع نفسه، انتظرت لين يجيبون العلبه الثانيه عشان اوقفهم اياها. اللي يبغي الموقع، هذا اسم الموقع. تقريبا تقدر كان عندك حساب امريكي هنا او بريد امريكي تقدر توصل لك. وفي مواقع كثيره، مو بلازم ذا الموقع، يمكن في مواقع ثانيه افضل من ذا الموقع. وفي مواقع تقدر تسوي ذا الشيء حق اشخاص كبار، مش لازم طفل. بس انا اللي عاجبني الموقع لانه رخيص، وتقدر برضو انك تشوف الاشياء اللي بيرسلوهم لك قبل ما يرسلونهم، وتأكد عليهم إذا عجبوك الأشياء اللي بيرسلوهم، أو إنك تقدر تغيرهم برضو. فخلنا نفتح الحين قبل ما تجي، لأن تقريبا هي للآن في الديكير ما بعد تجي، فخلنا نفتحها. طبعا هي مثل ما قلت لكم في الديكير، وهذا الديكير مشغلين فيديو هنا، أقدر أشوف لايف على المكان اللي هي الحضانة. هي واحدة من ذي، بس طبعا ما راح تقدرون تعرفون أي واحدة. فخلنا نفتح العلبة. الأشياء اللي جايين معاها نفس البالون، بس إن تكون ماش تدخل فيه البالون نفسها داخل وتنفخه، وتصير يحفظ عن الطفل. تقريبا لو انفقعت البالونة تكون داخل وملمسه يكون أفضل. طبعا أشياء أنت ما تتوقع أنها موجودة. أنا ما توقعت إن في شيء، يعني أدخل البالونة مثل الحين وأدخلها داخل ونفخها وهي داخل، بس شيء حلو يعني. شوف تكون كذا، وهذه الانواع كيف انك تدخل البالونه داخل وتنفخها وتصير كذا. هذا الشيء جايبين معاهم برضو ثلاث بالونات. الشيء الثاني ملعقه وشوكه مطاط، تقريبا دي ما ادري كيف مستوي الاطفال جوا. والشيء الثالث حملات، او ان مثل ما تقولون هي نفس الباك دي، تقدر تركبها في نفس العربانة دي للطفل. لو عندك الأكياس العادية وحطيتها مع عربانة، صح العربانة تطيح لأنها مش موزونة، يكون الوزن كله في جهة. لكن مع ذي إنك ركبتها تقدر توزنها، تحطها من هنا وتقدر تعلقها قدام، فبكذا بيتوزع الوزن، ما راح تطيح العربانة. تقدر تركبها عربانة الأطفال، تقدر تركبها أتوقع دي الكبار اللي عندهم صعب المشي. في على عربانة التسوق أو الكرسي برضو. هذه خريطة نفتحها كيف جاية رابر، تصير على الطاولة. اوكي تخليها على الطاولة كذا، وتقدر الطفل مثلا يكتب عليها بالالوان والاشياء دي، ومحطوطين هنا الاشياء اللي يقدر يسوي عليها او الاقلام اللي تمشي عليها. يقدر يلون USA هنا، ويعرف الاماكن في امريكا كلها الولايات. دحنا هنا شغلة حلو، تثبت على الطاولة برضو. وبس هذا الفيديو كله، انتظرت شهر كامل عشان اكمله بالهدية الثانية. ففي نهاية الفيديو لا تنسون الاشتراك بالقناة ونشر المقطع وعمل لايك المقطع. وقبل ما اقول السلام عليكم، اتوقع لو تبحثون في جوجل اتوقع ان في مواقع عربية يسوون نفس الاشياء ذي.
يجيبون لكم هدايا شهريا لأي شخص عندك. أتوقع أن فيه. والسلام عليكم. هذه ميزة القماش اللي جايبينه، إن تكون البالونة داخل كذا تحفظ البالونة. أتوقع إنه ما راح تنفقع بسرعة، ولو انفقعت في يد الجاهل ما تدري. سمع الصوت خلاص، بعطيه إياه.